بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن أب عنده 3 ولاد. الأب جاب صندوق وملى الصندوق دوان، كان أب غني جدا، ملى الصندوق دوان. هي قصة رمزية، يعني مش قصة حقيقية، لكنها لها في الآخر معنى حلو قوي. ملى الصندوق لؤلؤ وذهب وياقوت، وصندوق كده، الصندوق اصلا غالي قوي وبقى والوان وحاجه ايه، وحطه كده شاله تقيل، وقام حطه قدام ولاده الثلاثه اللي بيحبهم جدا، وقام قايل لهم يا ولادي كلكم ولادي، خلي بالك من الكلام، كلكم ولادي، وانا قررت ان انا اوهب لكم الصندوق ده كله. وقام فاتح الاب قدام الولاد الثلاثه الصندوق، وقال لهم كل واحد يمد ايده وياخد من الصندوق، بس بشرط على قد كف ايديه الاتنين، على قد ما يقدر، بس مره واحده. الابن الكبير ايديه كبيره كفيه كده، كفوفه كبيره، قام داخل وحاطط ايده وملأ دي الكبير الكبار دول لؤلؤ، وقام واخد وطالع خلاص هي واحده. قام جاي الابن التاني الوسطاني برضه ايديه كبيره، قام حاطط ايديه الكبار وغارس ايده في اللؤلؤ ومالي واخد كميه كبيره. جه دور الابن الصغير، الابن الصغير ايديه صغيره، وبص على اخواته كل واحد واخد قد كده، وبص على ايديه لقاها صغيره جدا وضعيفه. عمل ايه؟ ما مدش ايديه، انما جري على حضن ابوه وقال له يا بابا انت بتحبني؟ قال له بحبك جدا يا ابني. قال له يا بابا ائذن لي، انا مش عايز اخد نصيبي بنفسي، ممكن انت تعطيني نصيبي بايديك انت؟ فنظر الاب لاولاده الاتنين قال لهم انتوا مش خدتوا نصيبكم؟ قام قافل الصندوق وادى كل اللي فيه لابنه الصغير. ايه، انا بحكي لك الحكايه دي، انا وانت كل يوم قوتنا الضعيفه بتمنعنا ان احنا ناخد كل حاجة نفسنا ناخدها في الدنيا دي. طب ما تروح للقوي، ما تروح لله سبحانه وتعالى. ليه دايما بنختار الاختيار الخاطئ ان احنا بس نعتمد على قوتنا الضعيفة واحنا عارفين ان احنا ضعفة؟ انا بحكي لك الحكاية دي ولله المثل الاعلى. ما تروح لربنا وتقول له يا رب كل البشر دول، يعني خلقك زي ما الراجل ده كل دول ولاده، يا رب كل البشر دول خلقك، بس انا جاي لك انت، جاي لك انت ساعدني. طبعا هتشتغل وهتبذل مجهودك، بس هتروح له هو تقول له انت اختار لي وانت اديني. في جملة جميلة قوي بيقول لك في العادة لا يقلق من له أب، فكيف يقلق من له رب. الله، عادة اللي عنده أب وأب قوي ما بيقلقش، طب ازاي يقلق اللي عنده رب عظيم ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة لما تتزنقوا قوي وتتعبكوا الدنيا قوي، روحوا لربنا قولوا له ايديا صغيره وامكانياتي صغيره وضعيف، ماليش الا انت، قويني انت، اعطيني انت، سهل لي انت، ارزقني انت، صلح لي المشكله الفلانيه، اصل هم اقوى مني وانا ضعيف ماليش غيرك. ابويا بيحميني، فكيف ربي هيحميني قد ايه؟ يا رب، قولوا يا رب يا جماعه، ساعتها والله بسمة أمل إنك معاك القوي العزيز العظيم سبحانه وتعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.